السلام عليكم الاخوه الاخوات، ارحب بكم معايا في هذا الفيديو. دائما مع القضيه ديال مي عيشه الله يرحمها، كما شفنا كاملين اليوم على المباشر من قناه شوف تي في امام محكمه الاستئناف بمدينه بني ملال. فخواتات مي عيشه كانوا في واحد الحاله اللي هي هستيريا اكثر من سابق، لان المجرمه مولات الباليزه ما حضراتش اليوم الجلسه. اكيد غادي تكون دارت شي لعبه من الفعايل ولا شي فعله من الفعايل اللي مولفه كدير، كما عرفنا بان راه فيها مرض السكر وعده امراض، وقالوا بان دخلت في اضطرابات نفسيه وزهايمر الى اخره. اليوم غادي تكون دارت شي حجه ديال شي مرض من هاد الامراض باش انها تخلفات على هاد الموعد ديال الجلسه. وكما سمعتوا قالوا بان راها تجي للمحكمه يعني بدون اصفاد، ما دايره لا مينات لا حتى شي حاجه، حره طليقه وتضحك هي والعاشق ديالها، يعني دوك الضحكات ديال الاستهزاء. فهاد السيدة هادي خطيرة وخطيرة بزاف كما سبق وقلت لكم في فيديوهات سابقة. اكيد ان من موراها شي عصابة وشي ايادي خفية اللي كتتستر على هاد الجريمة ديالها. فالجريمة كاينة، الاعترافات كاينين، ولكن الجثة فين هي؟ الا ما تلقاتش الجثة يعني راه هاد مولات الباليزة ما دايره حتى شي حاجة. هادشي اللي تيقولها العقل ديالها وكتحسب راسها بان راه ذكية، كتقول بان لما اعترفتش على الجثة صافي راه غادي نخرج منها بحال الشعرة من العجين، ولكن راه غالطة لان ولدها اعترف بكل شيء وقال بان راه هي اللي دازها. فطال الزمان ولا قصر غادي تعترف، ولكن اللي تيبقى فينا هما هادوك الخواتات اللي محروقين على ختهم وباغين يدفنوا الجثه، باغينها كما وغتكون كما كانت الحاله ديالها. لان كنعرفوا كاملين اكرام الميت دفنوه وخصهم يدفنوها باش يبردوا ولو غير شويه، مخليين المصالح ديالهم الخدمه ديالهم ووليداتهم وكل شيء وواقفين على هاد القضية هادي. تحية في الصراحة تحية كبيرة لهم، لأن ما تنازلوش على هاد القضية رغم طول المدة، لأن المدة طوالت بزاف. رحنا داخلين في 3 شهور دابا من بعد المقتل ديال معيشة، تقريبا من رابع أيام ديال العيد اختفت، ولحد ساعة مازال ما كاينش أثر ديال الجثة. أكيد من حطها مول كارو حدا او في باب الخميس اكيد ان شي شخص هو اللي هزها بالطوموبيل وبالباليزة، وشوف فين داها لشي مكان اللي هو غير معروف ومجهول لحد الساعة، حتى شي واحد ما عنده علم به، لان ما يمكنش انها تجر الباليزة حتى الجرين وديها لتما. فالغريب في الامر هو ان هاد مولات الباليزة دايره جوج محاميين كيدافعوا عليها. اذا باش الحاجه اللي كتخلينا نشكو 90% بان هاد مولات الباليزه معاها شي ايادي خفيه وعصابه كبيره هما هاد المحاميين هادو. شكون اللي غادي يوكل هاد المحاميين هادو؟ شكون اللي غادي يخلصهم؟ شكون اللي غادي يتكلف بهم؟ اذا راه شي واحد هو اللي موريها شنو دير تيقول لها نكري حنا غادي نخرجوك من هاد القضية هادي. اكيد هي دايرة التسول فقط كوسيلة كتغطي به على الجرائم ديالها، وكتستهدف الناس اللي بوحدهم واللي كبار باش كديهم لهاد العصابة هادي. العائلة ديال معيشة الله يرحمها محرومين من حق المعلومة، ما عندهم حتى شي معلومة جديدة بخصوص القضية. المحامي غالق الهاتف ديالو ما تيجاوبهمش، القضية باينة كبيرة من خلال هاد التصرفات هادو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالمجرمة الملقبة بالشلحة يمكن أنها رافضة تقول لهم على المكان لأنها دافنة أكثر من جثة. هذا فقط تبقى احتمال، ولكن الاحتمال الأكبر هو أن وراءها عصابة أخرى أو أيادي خفية أخرى هي المدبرة لهذه الجريمة هذه. فغادي تكون ما جاتش المحكمة ديال بني ملال لان غادي تكون في السبيطار كما قلت لكم، البوليس ما جابهاش، يمكن كيتسناو حتى يرجع ليها الوعي وتشافى عاد يكملوا التحقيق ديالهم معها. لان كما قالوا سابقا بانها تعاني اضطرابات نفسية ومن مرض السكري والى اخره.
فهاد القضية بصراحة ما حد هكا الطول، وحنا كنزيدو نتحرقو على الجثة ديال معيشة، فمشاغل العائلة ديالها اللي محروقين، راه حتى حنا كما قلت لكم هاد المجرمة هادي ما دارت جوج ديال المحاميين الا وراه كاين شي حد هو اللي من مور هادشي كامل، والناس راه ما تيقدو يديروا حتى شي محامي واحد ما تيقدوش عليه، فما بالك جوج محاميين. اذا هي راه عندها الفلوس والتسول دايره فقط غير وسيله، بحال شي مصيده كتشد بها الضحايا ديالهم وكتغطي بها الضحايا ديالها عفوا، وكتغطي بها على الجرائم ديالها. الناس كما قلت لكم راه ما عندهم باش يديروا حتى محامي واحد، وهي الباليزه اللي خرجوا من عندها فيها 30 مليون. منين جات هاد 30 مليون؟ منين جات هاد الفلوس كامله؟ ومع العلم انكم شفتوا السكن اللي كتسكن فيه، اللي كانت ساكنه فيه حدا ام عائشه، كذلك السكن اللي في الكرين، يعني باينه على ان السيده راه ماشي من الاغنياء، يعني على حساب السكن اللي كانت فيه. فهذيك الفلوس ربما هاد العصابه هما اللي عطاوها ليها باش نفذات هذيك الجريمه وسلمتهم الجثه ديال ام عائشه. اذا هي رافضه انها تعترف باش ما تبينش هاد العصابه هادي، وغيكونوا هما اللي عاطينا هاد المبلغ الكبير ديال الفلوس، لان جوج المحاميين انا ما بغاش تدخل ليا العقل كيفاش انها دايره جوج المحاميين، ومن مصدر موثوق الاخ اسماعيل نسيب اخت ام عائشه هو اللي قال هذه المعلومه، وانا سمعتها من قبل وما بغيتش نتسرع، قلت ربما القنوات اللي كيديروا اخبار يعني زائفه وكاذبه هما اللي ناشرين هذا الخبر، ولكن من قالها الاخ اسماعيل تاكدت. واذا هذا الخبر هذا كيثير شكوك بزاف، فالامر خطير وخطير بزاف. خواتات ام عائشه كما عرفت بان استقبلهم وكيل الملك وقال لهم بان يعني هذا الاسبوع غادي نعطيكم الجثه باش تدفنوها، فقط غير صبروا شويه، ولكن ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. المساكن غير غادي بهم اليوم غدا اليوم غدا، ما كاين حتى شي حاجه. فكما سمعتوا رابحه فالفقيه بن صالح، الام ديال الفقيه بن صالح ما كيعطيوها حتى شي خبر، ويعني تعرضت للتهديد من طرف الامن كما سمعتوا، قال لها غادي تخرجي ولا غادي نعمر لك محضر. فهي اللي صدقات مجرمه ماشي شلحه، فهي كتمشي لتما بدافع انها تعرف شي خبر، وبالحرق على اختها بغى غير النهار او الساعه واللحظه اللي تسمع الخبر ديال وجود الجثه ديال معيشه باش تدفنها وترتاح شويه، والمجرمه غادي تبقى مع العداله، هما اللي غادي يشوفوا باش غادي يحكموا عليها. وكاينه كذلك العداله الالهيه، الى ما نصفتهاش هاد العداله كاينه العداله الالهيه اللي ما غاديش تفلت منها. فبغيت الناس كاملين يتضامنوا مع هاد الملف هذا باش يولي قضيه راي العام. حنا كمواطنين وكمشاهدين وكمهتمين بهذه القضيه، راه الناس كاملين متعاطفين مع ام عائشه، والناس كاملين يعني كيفكروا فين ممكن تكون الجثه، ولكن راه واحد الحاجه اللي حنا مستغربين ليها هو المنابر الاعلاميه اللي ما ساندتش وما ضامنتش مع هذه القضيه هذه. فقط منبر واحد ديال شوف تي في هو اللي متابع هذه القضيه، والمنابر الاخرين ما بغاوش انهم يتبعوا هذه القضيه هذه، ما عرفناش علاش شنو السبب. فكنطالبوا مره اخرى بالمنابر الاعلاميه انها تضامن مع هذه القضيه هذه، وانها تهضر بكثره على القضيه ديال ام عائشه باش يسرعوا الوتيره ديال وجود الجثه ديال ام عائشه باش تدفن، ونبردو حنا ويبردو حتى الخواتات ديالها. فبارطاجيو خوتي الفيديوهات كاملين، ما غنقولكمش غير الفيديو ديالي، فيديوهات كاملين اللي تيهضروا على ام عائشه واللي كتكون فيهم المصداقيه والنزاهه، بارطاجيوهم وكثروا فيهم لي لايك باش يشوفوهم مشاهدين، لان كاين بزاف ديال الناس اللي مازال ما عارفينش بهذه القضيه هذه، باش تزيد تعرف ودير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي وتولي قضيه راي عام.
بحال القضايا الكبار اللي تعرفوا على المجتمع المغربي، وان شاء الله الحقيقة غادي تبان قريبا. كنتمنوا خير ان شاء الله، فالله يرحم ام عائشة ويوسع عليها. وما تنساوش اخوتي لي لايك ولي بارطاج.